يونيت 7 هي على سيتيزن شيب. سيتيزن شيب اللي هي المواطنة. المواطنة اذا هنايا عندنا غادي وي ويل رايت يعني سام ايدياز ذات ار ريليتد تو سيتيزن شيب. حنا نكتبوا هنايا واحد المجموعة ديال الكلمات ولا جمل اللي هي عندها علاقة بالمواطنة. مثلا responsibility اللي هي المسؤولية, rights and duties, rights and duties اللي هما الحقوق والواجبات, volunteer هي أنك تطوع التطوع, respecting others هو أنك تحترم الآخر, participate in community services تشارك في الأعمال ديال المجتمع, voting تصوت, participate in policy making تشارك في السياسة, يعني تشارك في السياسة خصوصا مثلا ديال المنطقة اللي انت تعيش فيها. اذا هنا we have some pictures and we will see what are they يعني talking about. مثلا the first one, what do they indicate, what they indicate يعني مثلا الاولانية هنا protecting the environment ولا not throwing garbage away, not throwing away garbage ما تلوحش انت مثلا in the streets مثلا الزبال ما نلوحهمش حنايا في اي مكان, نلوحهم في المكان المخصص ديالها. garbage should be يعني puts in bins يعني في الاماكن المخصصه ديالها. voting هذا التصويت. protecting homeless children, if we have lots of homeless children and we should protect them. خصنا حنايا هاد خصوصا الاطفال المشردين مثلا اللي هما بدون ماوى راه خصنا نحميوهم. volunteering تطوع. participating in community service هادو شوف هنا هما ناس كبار ورغم ذلك فهما تيشاركوا مثلا في النظافه ديال الحي ديالهم. helping the community become cleaner حتى بالنسبه للاطفال يمكن لهم يشاركوا في سميتو جعل الحي مثلا اكثر نظافه. ثم are you a good citizen. اذا هنايا تنجيو لواحد الحاجه سميتها a good citizen يعني مواطن نقولوا شريف صافي, واحد المواطن اللي هو نقولوا active نشط. شكون هو هذا السيد هذا؟ اذا decide whether the following statements are true or false for you يعني انت هتشوف هنا من اي حتى الاي بالنسبه لك انت واش yes ولا no, واش تدير هذا الشيء ولا ما تديروش. and be sincere يعني قال لك كون صادق. واخا مثلا I take responsibility for what goes on in our neighborhood يعني تناخذ تندير المسؤولية ولا تنكون مسؤول فيما يخص ما يقع في الحي ديالي أنا. مثلا ما نعرف الله أعلم أنا كل واحد يشوف ما بالنسبة لي أنا يا ما يقع في الحي تنبغي بطبيعة الحال خصني نعرف شنو واقع عندي في الحي ديالي. I participate in community service تما community service يعني تنشارك في الأعمال الاجتماعية اللي تتوقع. ما نظنش I help take care of the environment تنحاول أنني نعتني بالبيئة بطبيعة الحال. أنا بعدا تنحاول I obey the law تنحترم القانون ما أمكن. I respect other people's opinions even if they are totally different from mine تنحترم الآراء ديال الآخرين واخا يكونوا مخالفين. أنا هذه القضية فيها تنحترم الآخر والأوبينيون his or her opinion even though their opinions are يعني totally different from mine. هذه فيها. I help make our democracy work by voicing my opinion تنخدم ولا تنخلي أن الديمقراطية تكون أكثر واضحة أكثر في البلد ديالي by voicing my opinion أنني نعطي الرأي ديالي. أنا لا لأن كاين شي حوايج عندنا في هذه البلاد ما يمكنلكش تقولهم. I vote انا لا I don't vote وما نعرف انا سنهضر هنا على راسي ولكن انا ما تنصوتش. علاش؟ لان ما تنلقاش على من نصوت. باش نكون صريح انا صريح انا I don't vote ما عمري I have never voted صافي. وكل واحد راه هو يعني مسؤول على لي زاكسيون ديالو. I belong to an association or develop اييه انا كنت بزاف ديال لي زاسوسياسيون يعني سميتو كنت واحد منهم. جمعيات كنت بزاف ديال الجمعيات اللي تنتمي لهم. اي دو فولونتيري وورك نبغي نديرو انا ولكن يعني فيه تعقيدات. باش تتطوع
فيه تعقيدات ما تتعرفش بالضبط فين غتمشي باش تطوع. واخا حنا نشوفوا هنا سام فوكابل ريليتد تو سيتيزن شيب، عندنا سيتيزن شيب المواطنه اللي هي ممبر شيب اوف ان ا بوليتيكال كوميونيتي، ولا اوريجينلي سيتي ولا تاون او يوجولي ا كانتري، كانتري يعني الانتماء للدوله في الغالب تكون هي المواطنه. واخا وهذا الانتماء تيعطيك رايتس، تيعطيك حقوق وتيعطيك واجبات، لان الحقوق والواجبات اللي كاينه مثلا في المغرب اللي تنص عليها الدستور ماشي هي نفس الحقوق والواجبات اللي كاينه مثلا في فرنسا ولا في السويد، ولا كل مواطن تنتمي لواحد البلد معين عنده واحد المجموعه من رايتس وديوتيز وريسبونسيبيليتيز. واخا اكتيف سيتيزن شيب اللي هي المواطنه الفاعله شنو هي؟ از ذا فيلوسوفي، هي غير فلسفه، ذا سيتيزن شود ورك توورد ذا باترمنت ولا امبروفمنت اوف ذير كوميونيتي. هو انك انت باش تكون مواطن فاعل خصك دائما تعمل من اجل الخير ديال المجتمع ديالك. اكتيف سيتيزن شكون هو المواطن النشيط؟ هو واحد السيتيزن هو تيكس ان اكتيف رول، هو اللي تيدير واحد الدور نشيط ولا فعال ان ذا كوميونيتي في المجتمع. مواطن شكون هو؟ ا بيرسون سيتيزن، ا بيرسون هافين ا ممبر شيب ان ا بوليتيكال كوميونيتي، قلنا هذا الشيء هو اللي عنده رايتس اوبليجيشنز الى اخره. سيفيك بيهافير، السلوك المدني، هو سلوك ذا بيهافير سيتيزنز are expected to demonstrate in their daily life. هو السلوك المدني هو السلوك اللي جميع المواطنين ينتظر منهم ان يعملوا به يعني في خلال ايامهم، يعني in daily lives. صافي. المشاركه المدنيه civic engagement شنو هي؟ positive involvement in the affairs، هو انك تكون عندك واحد المشاركه فعاله فاش في المجتمع، في السياسه، في الاقتصاد، الى اخره الى اخره. فولنتيريزم هي فولنتيريزم كوميونيتي الى اخره. سيفيك كالتشر هي الثقافه المدنيه، ذا واي جود سيتيزن شود بيهيف، كيفاش المواطنين الصالحين خصهم يكون السلوكات ديالهم، كيفاش خصها تكون؟ خصها تكون عندهم هاد السلوكات هادو تيتجمعوا في ما يسمى بالثقافه المدنيه سيفيك كالتشر. سيفيك فاليوز هما القيم المدنيه، فاليو هي قيمه، فاليوز قيم. شنو هما؟ بيليفز ما نؤمن به، ذا بيليفز بيبل هاف اباوت وات از رايت اند رونغ، هذاك الشيء اللي تنامنوا به حنا بان شنو هو اللي مزيان وشنو هو اللي خايب، الصالح والطالح، هو اللي تيعطيك القيم المدنيه. راه يمكن له يتغير من بلد لبلد. سيفيك كونشسنس، كونشسنس هو الوعي، الوعي المدني، سيفيك كونشسنس اللي هو اويرنس الوعي اوف سيفيك بيهافير ولا جود سيتيزن شيب، تكون واعي انت بشنو خصك دير كمواطن صالح. سيفيسيزم اللي هو المدنيه، ذا برينسيبل اوف سيفل جوفرمنت الى اخره. الواجب المدني هو سيفيك ديوتي، سيفيك ديوتي اللي هو ان اكت اور كورس اوف اكشن ذات از ريكوايرد اوف وان باي بوزيشن سوشيال كاستم لو الى اخره. ملي تتحصر من القانون، ملي تتحصر من الدين الى اخره، فانت تدير واحد الواجب مدني. كوميونيتي هو المجتمع اللي هو شنو هو؟ هو جروب اوف بيبل، مجموعه من الناس يعطيونا مجتمع. ليفين ان ذا سيم لوكاليتي، عايشين في واحد في نفس المكان، ان اندر ذا سيم جوفرمنت، وتحكموا نفس الحكومه. اذا هذا هو المجتمع. خدمه المجتمع كوميونيتي سيرفيس، ورك ذات بيبل دو to help other people، خدمة المجتمع ولا community service هو العمل اللي تدير انت باش تساعد ناس وحدة اخرين بلا ما تخلص without payment. Country اللي هو دولة شنو هي البوليتيكال يونيس، هو واحد المكان سياسي، نقولوا حنا تجمع سياسي. An area of land that has its own government، عندها حكومة، عندها army جيش ديالها، which is the largest country in Europe. واخا تعاون، cooperation هي التعاون. شنو تعني بالتعاون؟ when you work together with someone or do what you ask you what they ask you، يعني انت when you work together with someone، ملي تخدم انت وشي واحد معا، هذا تسمى cooperation. election اللي هي الانتخاب، a time when people vote in order to choose someone for a political or official job. ملي تتمشي انت تتصوت على واحد السيد باش توصلوا لواحد المنصب سياسي. election campaign اللي هي الحملة الانتخابية، هي the period واحد الوقت of weeks، خاصة تتكون يعني واحد المجموعة واحد العدد من
الاسابيع immediately before an election، هي اللي قبل مباشره، قبل الانتخابات تكون الحمله الانتخابيه. نفترضوا فيها جوج سيمانات هاد الناس they try to persuade people to vote for them، تحاول انه يقنعك انك تصوت عليه. دول ناشناليتي هي الجنسيه المزدوجه اللي ذا ناشناليتي اوف تو كانتريز، كاين اللي تيكون عنده يعني تيكون مواطن في جوج ديال الدول، تكون عنده جنسيه مزدوجه. نون بروفيت اورجانيزيشن اللي هي منظمه غير ربحيه، هاد المنظمه تتسمى يعني لابريفياسيون ديالها هي ان بي او، نون بروفيت اورجانيزيشن، او لا نون فور بروفيت، از ا ليجلي كونستيتيوت اورجانيزيشن هوز برايمري اوبجيكتيف از سبورت تو اكتيف ولا ان اكتيفيتي تو بابليك اور برايفت انترست، يعني ويزاوت اني كوميرشال اور. هادو واحد المنظمات، مجموعه من المنظمات اللي هما اصلا داروا باش يساعدوا الناس ماشي باش يربحوا. هي راه منظمه غير ربحيه، ما جاياش باش تربح، هي ماشي شركه، هي جايه باش تساعد الناس. فاش تساعدهم في انفايرمنت، البيئه، هيومانيتاريان، الاشياء الانسانيه، انيمال بروتكشن، تيحافظوا على الحيوانات، education اللي هي تيمكن لهم يجيو يديروا التعليم في واحد المكان، ذا ارتس، الفنون، سوشيال ايشوز، في كل ما هو مجتمعي، تشاريتيز، تيحاولوا يساعدوا الناس تشاريتيز، يجيبوا لهم مثلا ملابس الى اخره، early childhood education، يقريو الدراري اللي مازال ما دخلوش المدرسه، باتريوريزم ولا باتريوتيزم هو حب الوطن، حب الوطن. باتريوتس، شي واحد تنقول له باتريوتس يعني انه واحد الانسان تيبغي الوطن ديالو بشده. ستيت هي ولايه، بحال مثلا الولايات المتحده فيها 50 ولايه. كانتري اور اتس جوفرمنت، مثلا ناخذوا حنا الولايات المتحده، راه كل ولايه عندها قانون، قوانين ديالها خاصه، تقدر تكون مختلفه على القوانين ديال ولايات اخرى. التصويت هو تو فوت. فالنتيريزم هو التطوع. وشنو هو the willingness of people to work on behalf of others without the expectation of pay، هو دير واحد العمل بلا ما تخلص. العمل التطوعي، voluntary employment. altruism ولا altruistic هو الايثار، بحال احنا في القران عندنا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، هو ملي تتبغي انت دير الخير للناس واخا انت محتاج ليه، فاهم؟ الايثار هو ملي تتحيد واحد الحاجه من عندك انت وتعطيها للناس. charity هو الاحسان. vocation هو النداء الباطني للعمل، الى اخره. ثم عندنا rights، الحقوق اللي هي عالميه. شنو هي؟ هو الحق to have a job، ان يكون عندك عمل، to be respected، يكون الناس يحترموك، الحق في الاحترام، to have access to leisure activities، انك يكون عندك حتى نتايا القدره على انك توصل للليجر اند انترتينمنت، ترفيه، انك حتى انت عندك مثلا سيمانه ديال العطله يمكنك تمشي تسافر وتسارى، راه هذا راه حق. اتونسيون، هذا راه حق، حنا ما عندناش. to have a say in what happens، يكون عندك الراي ديالك فيما يقع في بلادك. to be free to tell your opinion، تكون انت قادر على انك تعطي الراي ديالك في اي مكان كان وعلى اي شخص. to have access to health care، to have access to health care، الصحه. to be safe، تكون في امان. to have access to education، تعلم. to be free to move، تحرك في اي بلاصه في اي مكان وقتاش ما عجبك، غير يعني ما تدخلش لي بروبريتي ديال الناس. responsibilities ولا duties، اذا احنا هنا شفنا الحقوق، rights، هنا نشوفوا الواجبات. شنو هما الواجبات؟ to tell the truth، تقول الحقيقه. كنتي غتشهد مثلا، خصك تشهد بالحق، لان لما شهدتيش بالحق راه يمكن لك تتابع قضائيا. do your personal best، يعني تكون دائما دير احسن ما عندك. respect others، تحترم الناس الاخرين. to be connected for the common good، دائما تحاول انك دير واحد الحاجه اللي فيها الصالح العام، هو الكومن جود. respect the flag of your country، تحترم الوطن ديالك وتحترم الرايه ديال بلادك.
تو بارتيسيبيت ان كوميونيتي اكتيفيتيز، هما اللي قلنا قبيله تساهم في الاعمال الاجتماعيه. بيليف ان هيومن ديجنيتي اند ايكواليتي، تكون تتآمن بال هيومن ديجنيتي اللي هي نقولوا حنا ديجنيتي، واخا نشوف اشنا هي، واخا اند ايكواليتي، وان الناس كلهم راهم في حال في حال. ريسبكت ذا رولز اند لوز، انك تحترم القوانين وتحترم القوانين ديال البلاد. ريسبكت ذا انفايرمنت، تحترم البيئه. تو باي تاكسز، تخلص الضرائب. صافي.